لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرات السابقة عن الحديث الضعيف، وقلنا إنه هو ما قصر عن رتبة الحسن، يبقى هذا هو الحديث الضعيف. وقلنا إن عادة علماء الحديث إن هم بيقولوا أنواع الحديث، مصطلحات بعضها يدخل يندرج تحت الضعيف وبعضها لا يندرج تحت الضعيف، إنما هو وصف لأمر معين في الإسناد، كان يقول مرفوع موقوف أو غير أو موقوف أو مقطوع أو غير ذلك من الصفات. هذا يسمى عندهم نوع من أنواع الحديث، أي اصطلاح له معنى عندهم. اللي يندرج تحت مبحث الضعيف عندنا يعني حوالي 15 نوع أو قريب أو أكثر قليلا، هم 15 سبب للضعيف بيندرج تحتهم أنواع قد تكثر قليلا عن ذلك. دول اللي هم أنواع للضعيف، لما تسمع كلمة مرسل، كلمة معلق، كلمة منكر، كل دي ترادف إيه؟ ضعيف زائد سبب معين من أسباب الضعف. لما تسمع كلمة مرفوع، موقوف، مقطوع، هذا من رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، كل دي أوصاف لحاجات معينة في الحديث لا تقتضي صحة ولا ضعفا. قلنا أن طريقة الحافظ ابن حجر في النزهة، وصار عليها صاحب الكتاب هنا، أنه هيجمع كل ما يدخل تحت الضعيف الأول عشان نبقى واخدين بالنا، وبعد كده يتكلم على الأمور التي يعني تشترك بين الصحة والضعف كأوصاف للإسناد من جهة إلى من ينسب أو نحو ذلك، أو لطائف الإسناد زي ما ذكر. الحافظ رحمه الله كان من يعني أحسن الناس تقسيما في هذا الباب، فلما جه يتكلم على الضعيف رسم لنا شجرة طريفة كده للضعف، قال إن الضعف يأتي إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. إما لسقط، ما احنا قلنا إيه، احنا عندنا سلسلة اللي واصلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين اتصال عشان يبقى كل الناس موجودة، ونطبق الشروط على حلقة حلقة من الحلقات. فلو في سلسلة مغيبة عندنا هيبقى هذا يعني يقدح في الإسناد. لو في حلقة موجودة ولكن لا يوثق بها يبقى ده يطعن في الايه، في الإسناد. يبقى عندنا إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون خفي، إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون خفي. السقط اللي في الإسناد ده يعني انقطاع، انقطاع في الإسناد. إلا كما ذكرنا عادة المحدثين إن هو يحب يقول كلام تفصيلي شوي، يعني يقول يبالغ في التقسيم بحيث المصطلح في الآخر يديك فوائد أكبر ما يمكن. فالانقطاع ده له صور، فخصوا ثلاثة صور منها بأسماء خاصة، خصوا ثلاث صور منها بأسماء خاصة، وبقى الرابع يشمل كل ما لا صورة خاصة إيه لا. يبقى احنا عندنا السبب الأول، عايزين بس نشوف كده خريطة الحديث الضعيف وأنواعه. قلنا يا سقط في الإسناد يا إيه، يا طعن في الراوي. السقط في الإسناد يا ظاهر يا إيه، يا خفي. الظاهر يعني انقطاع أيا ما يكن، بس في ثلاثة عطولهم أوصاف خاصة. لو الانقطاع من جهة أول السند من جهة المصنف، ده هيسموه الإيه، المعلق، عشان ده لو فوق ملوش إيه تحت يبقى ده معلق. والقطع من فوق سموه مرسل يعني مطروق، واللي القطع فاحش اتنين ورا بعض سموه معضل، يعني ده يعني داؤه عضال. وما لا صورة له من الثلاثة بقى اسمه ايه، منقطع. طبعا هيجي تفصيل ادق لهذه الامور، لكن ده باختصار كده. الخفي يعني القطع، الانقطاع الظاهر ان يكون اتنين ما تعصروش او تعاصر ولم يلتقيا مطلقا من في علم تاريخ الرجال، فده يبقى سقط ظاهر. اي واحد له اشتغال بعلم الرجال هيعرف فلان ده مات قبل ده او فلان ده
عمره ما دخل البلد اللي فلان ده دخلها، ده يبقى سقط ايه؟ ظاهر. واما السقط الخفي فهو يبقى كان ممكن يلتقوا او، ولكن في الحديث ده بالذات في يعني يروي احدهما عن الاخر بغير واسطة، بينما واقع الامر ان في ايه؟ ان في واسطة، وده قسمين المدلس والمرسل الخفي، وده موضوع يمكن يحتاج ايه بعض التفصيل يعني يأتي فيه. ده بالنسبة لإيه؟ للسبب الاول اللي هو السقط في الايه؟ في الاسناد. السبب الثاني الطعن في الراوي. احنا قلنا عايزين في الراوي ايه؟ العدالة والضبط. فاما يكون مطعون في عدالته او ايه؟ او في ضبطه. مطعون في عدالته يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، دي اعلاه، ده وضاع. وهنا يهم نعرف مصطلح المحدثين، لما يقولوا كذاب غير لما يقولوا متهم بالكذب. كذاب دي يعني ايه؟ كذاب في الحديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذاب تساوي وضاع. فاذا التهمة في العدالة تشمل الكذاب ويالي الايه؟ المتهم بالكذب. هنا معناها يعني وضاع او كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذاب في حديثه مع الناس، يبقى الاوائل والاثنين ضعاف، بس طبعا واحد افحش من الثاني. يبقى الطعن في الراوي في اما في عدالته واما في ضبطه. عدالته تشمل الكذب في الحديث الكذاب، والمتهم بالكذب لو يكذب في حديثه. ورغم كده برضو المحدثين عطوله مصطلح، ها مصطلح فاحش، يقول لك لما يلاقي في السند واحد متهم بالكذب يقولوا هذا حديث متروك، يعني أفوش أمل. ما أنت لو هو يعني احنا قلنا لو الحديث الضعيف ممكن ينجبر، لا هو بيقول لك ده متروك، يعني ده ايه؟ أحسن أحواله انك تعتبره كعدمه، مش هيفيدك حاجة السند ده، لأن في واحد متهم بالكذب فحطوا له مصطلح يقول لك متروك. يبقى ايه السند ده؟ في واحد ممن يكذب على الناس متهم، لو قال لك موضوع طبعا دي افحش كما ذكرنا. واما ان يكون فاسق، فاسق او مبتدع. والموضوع البدعة ده له تفصيل شوية هيتكلموا عليه، لكن لما يبقى فاسق يقولوا على هذا الحديث منكر، برضه عشان تبقى عارف ان الحديث ده ايه؟ شديد الضعف. رجل فاسق يفعل الكبائر او يفعل الصغائر المزرية ويواظب عليها، يبقى ده لا يثق بحديث. ده بالنسبة للعدالة. والجهالة انه يبقى راوي مش معروف ولها تفاصيل برضه كثيرة، وما دام مجهول يبقى مش عدل، لا نعلم عدالته ولا ضبطه. يعني المجهول ده لا نعلم لا عدالته ولا ضبطه، واحنا لا محتاجين في الحديث امر ايه؟ وجودي، ان احنا نثبت ان الواسطة يوثق بها. فعايزين راوي معروف، وبعد ما نعرف عينه نعرف ان هو عدل ايه؟ ضابط. اما الـ 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 الطعن في ضبط الراوي فممكن يكون طعن في ضبط الراوي مطلقا، يبقى الراوي ده ضعيف. وساعات يكون طعن في ضبط الراوي لهذا الحديث، يقول لك مثلا هذا الحديث مدرج او العبارة دي مدرجة، الراوي ده مع انه ثقة او يعني ممكن يكون ثقة ويقع منه ادراج، يعني الكلمة الراوي اللي فوقه بيقولها تفسير للكلام فهو راح حاططها في وسط الايه؟ الرواية. فاذا الطعن في ضبط الراوي قد يكون طعن في ضبطه مطلقا، كأن يكون فاحش الغلط او سيء الحفظ او كثير الغفلة. اما الوهم فان كان كثير الوهم فهذا ايضا يدل على انه ضعيف الحديث مطلقا، لكن ممكن الثقة يهم ويجيب حديث ايه؟ يدرج، يحصل له وهم في الرواية دي بالذات ويقول حديث مدرج، او يهم في تسمية الراوي أرواء أسميهم متشابهة. فعموما الوهم يعني قد يسبب أنواع من الحديث كما ذكر. أيضا مخالفة الثقات، يكون راوي نجد ذلك، هو علماء الرجال بيعنى بالتاريخ دي حاجة، وبعدين مقارنة المرويات دي حاجة تانية،
ويقيس غير المشهور بالمشهور. في كل طبقة محدثين مشهورين بالضبط والعدالة والإتقان، يجي بقى لراوي ممن دونهم في الرتبة، يجيب كل مروياته ويشوف اللي اشترك معاهم في ايه. لما روى نفس الحديث عن نفس الشيخ قالوا بنفس الالفاظ، لا ده مرة غير مرة غير اثنين غير ثلاثة، ابتدي بقى بناء عليه يقولوا عليه ده ضابط او خفيف الضبط، او يقولوا عليه ايه ان له اوهام انه او انه فاحش الخطأ او نحو هذا. فدي خريطة الحديث الضعيف كما ذكرنا، او ما يتعلق من انواع الحديث الضعيف، ما يتحلق من انواع الحديث بالحديث الضعيف. ده تعتبر تفصيل للحديث الايه الضعيف، تفصيل للحديث الضعيف. هناك انواع اخرى من انواع الحديث بتعتبر فوائد معينة في الحديث لا تقتضي صحة ولا ضعف او لطائف الاسناد او نحو هذا. يبقى البداية عندنا برضو على طريقة الحافظ، هو بدأ بما فيه سقط في الاسناد، وبدأ بما فيه سقط ايه ظاهر. قلنا الاسم العام المنقطع، وبعض المحدثين بيخليه عام فعلا، بيبقي عليه ان ده الاسم العام، يعني يبقى المعلق ينفع يبقى اسمه ايه منقطع، المرسل يبقى اسمه منقطع، المعضل يبقى اسمه منقطع. وجمهورهم قالوا لا، احنا نقول انقطاع السند له ثلاث صور خاصة، وكل ما لا يندرج تحت الثلاثة دول يبقى هو الرابع، يبقى ده ايه القسم الرابع، مش هو الاصل وتفرع عليه هذه الانواع. فهذا بالنسبة للاصطلاح. فهم قال لك يعني هو عايز يقول ان في انقطاع، الانقطاع مدام له صور كتيرة وبعضها افحش من بعض، حبوا يقول لك الصور الخاصة يعبر لك عنها برضو بكلمة واحدة. فمن الصور الخاصة في الانقطاع المنتشرة جدا المعلق، يقول تعريفه لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربته وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط. قلنا الإسناد له بداية وله نهاية. احنا في تعريف الحديث الصحيح قلنا هو الذي يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، يبقى النهاية فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، والبداية عند المصنف، عند صاحب الكتاب، لأننا نتكلم هنا على كتب الحديث. المعلق معلق من فوق، مقطوع منين؟ من تحت، مقطوع من أوله. فسمي هذا معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. اصطلاحا هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. يبقى جه الإسناد وراح شايل الحتة الأولانية، حتى لو شال شيخه بس يبقى بقى اسمه إيه معلق، فضلا أنه يشيل لغاية ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد. يقول ومن صوره أن يحذف جميع السند، أن يحذف جميع، ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي، وده مشهور جدا في كتب الفقه والتفسير وغيرها من الكتب التي لا تعد كتب من أصول كتب السنة. لكن هنا أمر مهم لازم نراعيه، احنا بنحكم على الحديث بإيه؟ بأعلى أسانيد. تاني كررناها كتير دي، بنحكم على السند بأقل رجاله، ونحكم على الحديث بأعلى أسانيد. يعني الحديث الفقهاء بيقولوا معلق لأنهم ليس لا هم لهم في الإيه؟ في الإسناد. لكن احنا مدام وجدناه مسند في كتاب من كتب الحديث يبقى بقاش اسمه ايه معلق. لو حتى ورد في كتب الحديث مرة مسندا ومرة معلقا، يبقى العبرة بالإسناد الايه المتصل، نشوفه يعني مدام ان فيه فرصة الإسناد متصل ماشي. ولكن كما ممكن تلاقي في كتب الحديث نفسها احاديث مذكورة معلقة، مذكورة معلقة، فهذه ولا يكون لها سند الا ذلك، فيقول هذا حديث معلق، يبقى كده هذا حديث ايه ضعيف، هذا حديث ضعيف. وسبب الضعف انقطاع السند، وانقطاع السند
موجود فيما بين المصنف ويعني في ومن فوقه، يبقى إذن هو في وسائط بينه وبين من علقه عنه، سواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عن الصحابي أو عن التابع عن الصحابي وهو لم يدرك هذا التابع، يبقى إذن في حذف هنا في السنة. يقول مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ. وقال أبو موسى، يقول وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فهذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. يقول حكمه الحديث المعلق مردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. يبقى إذن الحديث المعلق حديث ضعيف لانقطاع السند، دي صورة من صور، صورة خاصة من صور الانقطاع. يبقى إذن هذا حديث ضعيف ومرضو، هذا مدام أنه يرد معلقا، لو ورد متصل من إسناد آخر نشوف الإسناد ده بقية الشروط في إيه، لكن الإسناد المعلق ده يبقى هو يكون معلق، يبقى هذا سيفيد الضعف. يقول هنا لابد من التنبيه على هذه القضية، حكم المعلقات في الصحيحين. يقول هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا، يعني عموما إطلاق الحديث المعلق كده أنه مردود، ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص. قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا، وهو أن ما ذكر بصيغة الجزم قال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. لما يقول قال أبو موسى الأشعري يبقى الحتة اللي هو حذفها ما فيهاش آف، ماشي. إذا كان واحد في جلالة البخاري وحذف هذا السند وقال لك إنه ما فيهوش آفة فيكفي هذا في إثبات صحته. أنت ممكن تقول طب إحنا ما شفناش الرجال دول، لكن الصحيح إنه لو كان بالذات فيما يتعلق بالصحيحين وما لهما من رتبة عالية في هذا الشأن، يبقى هو لما بيحذف جزء ويذكره بصيغة الجزم إلى من علقه عنه، يبقى ده إيه؟ يبقى ده صحيح إلى من علقه عنه. بمعنى إيه؟ يعني ممكن يكون الجزء المثبت من السند فيه مشكلة فلا بد من النظر إليه. يبقى إذن المعلق بصيغة الجزم في الصحيحين صحيح إلى من علقه إليه أو من أضافه إليه. يبقى إذن هو بيحذف الجزء ده من السند إما اختصارا وإما إشارة إلى أن الجزء المحذوف ما فيهوش إشكال والمثبت فيه إشكال. هو عايز يقول لك الحديث ده ليس على شرطي، عايز يقول لك الحديث ده ليس إيه؟ على شرطي، فيحذف لك أنه يحذف اللي ما فيهوش مشكلة عشان تنتبه للمشكلة اللي موجودة في الجزء الآخر. فهذا من أحكام المعلق في الصحيحين. وأما ما ذكر بصيغة التمريض قيل وذكر وحكي، هذه الصيغة عند المحدثين تفيد الضعف ابتداء، ولذلك تجد دائما المحدثين يستنكروا على الفقهاء اللي يجي في الأحاديث الصحيحة يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هو اصطلاح المحدثين أنه لو صدر بكلمة روية يبقى هو بيقول أن ده إيه؟ أن ده ضعيف، سواء في المعلق أو في غير المعلق. ولذلك المحدثين بيستنكفوا جدا من يعني صنيع كثير من الفقهاء لما يقولوا روية. طبعا الفقهاء عذرهم أن كده كده ما يذكرونه من أحاديث يفتقر إلى تصحيح وتضعيف المحدثين، ولكن على الأقل ما هو معتقد صحة الحديث ما يصدروش به بصيغة التمريض. قيل وذكر وروي وحكي صيغة المبني للمجهول. يقول فليس فيه حكم بصحته
عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولكن ليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به. يقول: وقد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري وذكروا أسانيدها المتصلة، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق. طبعا ذكرنا قبل ذلك أن من معلقات البخاري حديث يعني اكتسب شهرة واسعة، وهو يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا أقوى ما استدل به الجمهور، بل حكم مصطلح الإجماع على حرمة المعازف، لأن لفظ يستحلون يدل على أنها حراما وهم يستحلونها، ناهيك عن الجمع بينها وبين أمهات الخبائث، الحر الفرج المحرم أي الزنا والحرير والخمر، ذكر هذه الأمور جمع معها المعازف. البعض يقول يعني لا يلزم أن يكون المعازف حكمها حكم ما مضى، ولكن كلمة يستحلون أصرح، فضلا أن هذا الجمع له فائدة، وذكر المعازف لابد أن لها فائدة، وإلا ما لم يكن لها ذكر. يعني نعم ان الخمر محرم والزنا محرم، ولكن اذا ذم هؤلاء لانهم يفعلون الزنا ويشربون الخمر ويسمعون المعازف، فلا بد ان اضافه المعازف لها ايه؟ لها فائده في مزيد الذنب. فهذا الحديث هو اصرح حجه للجمهور في تحريم المعازف. المعازف هي الات العزف، ويعني فرق بين الغناء والمعازف، الغناء اللي هو الكلام نفسه، والمعازف آلات العزف. لو اجتمع معا يبقى الحكم للأفحش، يبقى لو في كلام ومعاه معازف والكلام مباح والمعازف محرمة يحرم من أجل الايه؟ المعازف. أما الغناء بلا معازف فنقول أن الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، على ألا يكون فيه فتنة أخرى كغناء الرجال للنساء والنساء للرجال والترقيع والتمطيط والتشبه بالفاسقين، لكن القضية الأكثر وضوحا قضية الايه؟ المعاذ. فهذا الحديث علقه البخاري مجزوما به وورد متصلا بسند صحيح عند أبي داود. ابن حزم رحمه الله، يعني معلوم ابن حزم فيه نوع من الشدة، ويعني لا يقلد غيره، كون البخاري علق الحديث بصيغة الجزم يعني حذف جزء من السند، وقال ان الجزء اللي انا حذفته ده ايه؟ صحيح، والجزء المثبت ما فيهوش قافل. ابن حزم لا يقلد غيره حتى ولو كان البخاري، وبالتالي لم يقبل هذا الحديث لكونه معلقا، وهو لا يفرق بين معلقات البخاري ومعلقات غيره، ولا بين المجزوم به ولا وغير المجزوم، بالإضافة إلى أنه لم يطلع على سنن أبي داود لأنها لم تدخل الأندلس أصلا، وبالتالي فاته هذا الحديث بطريق يثبت مثلها عنده، فقال بحل المعازف. العجيب طبعا ابن حزم له يعني شذوذات خلف بها جمهور العلماء، ومذهبه عموما فيه أنواع من الشدة، وأن كان يعني مذهب أيضا فيه كثير من موافقة السنة، لكن يعني هم لا يعرفون ابن حزم إلا في هذه المسألة. تجد كثير من العقلانيين ابن حزم يكاد يكفر، مش العقلانيين اللي هم المعتزلة، ده يكاد يكفر الأحناف، يعني هو له كلام عنيف جدا في أصحاب الرأي إلى درجة يعني شديدة جدا، ويعني الأمر بينهما على أشد من الخلاف الواسع، وتجد العقلانيين في زماننا وغير زماننا يرجعون إلى ابن حزم. طبعا المسألة كما ذكرنا أن ابن حزم يعني أخطأ في عدم اعتداده بتصحيح البخاري للجزء اللي هو حذفه من الحديث، ناهيك أنه هو ورد متصلا في سنن أبي داود. تجد الناس
بعض الناس لا يعرف شيء في علم الحديث بتقول له يعني المعازف حرام. لماذا تقول له الحديث؟ لك هذا حديث معلق. يعني المقصود هنا هذا الحديث يعني كما ذكرنا الأصل في المعلق أنه ضعيف لانقطاع السند، أما معلقات البخاري على وجه الخصوص فلا حكم خاص. معلقات الصحيحين والبخاري خاصة أنه صرح بأنه متى يعني جزم بالرواية فهي صحيحة إلى من علقها عنه. فيبقى إذن احنا بنقول الحكم على المتن بأعلى إسناد له، مش كده؟ حتى لو قلنا أن رواية البخاري معلقة ففي إسناد متصل صحيح عند أبي داود، فلا يضر أنه هو علق. كما ذكرنا لو أنت عندك حاجة بتشدها بكذا سلسلة، منهم سلسلة كويسة والباقي تعبانين، أنت يهمك إيه؟ ما دام دي تستحمل خلاص التانيين مش هتعول عليهم شيء، بخلاف السلسلة الواحدة لو حلقة فيها ضعيفة وحلقة قوية السلسلة انت هتديها قوة ايه؟ الحلقة الضعيفة. عشان كده بنقول احنا الاسناد بنعتبر الاسناد الواحد بنعتبر باقل احوالي، اقل احوال الرجال واقل عدد طرق. واما عدة الاسانيد المتعددة للمتن الواحد فنعتبر اعلاها، نعتبر اعلاها. يعني متى ورد الحديث باسناد صحيح يبقى الالتفات انه يرويه حتى واحد وضاع، لان الوضاع ده مش لازم يضع كل الـ ما يرويه، لو هو انفرد بحديث نقول هذا وضاع يبقى الحديث ده كذب. اما ان يقول لا اله الا الله، مش ممكن الوضاع ده يقول لا اله الا الله، اذا الانسان ممكن يقول ايه؟ حق. الحق ده ما دام ثبت من طريق صحيح لا يضرنا ان يقوله الكذابون او الوضاعون او نحن. الحديث ما دام يثبت بسند متصل صحيح اذا وثقنا في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الكذابين نسبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا مما صدقوا فيه، ولكن لا نصدقهم بغيره بما انفرضوا فيه، لان هؤلاء لا يثق بايه؟ بخبرهم. ولكن لا يلزم الانسان انه يبقى كذاب انه يكذب في كل ايه؟ في كل امور. هذا فيما يتعلق بالحديث المعلق، الحديث المعلق. عكسه المرسل. ما احنا قلنا احنا المحدثين عايزين يسهلوا الامر على الناس ان يقول لك مصطلح واحد فيه فوائد كتير، فبدل ما يقول لك ضعيف ويسكت لا عايز يقول لك السبب، وبدل ما يقول لك منقطع فيه انقطاع في السند ويسكت لا عايز يقول لك يحدد لك الانقطاع ده فين بالضبط. فراحوا عملوا ثلاث صور خاصة وما سواها هيقول لك منقطع ويسكت، لو من الاول يبقى معلق ولو من فوق يبقى مرسل، بس مش لازم في شروط تانية. ولو في اتنين ورا بعض ده عضال شوية هيقول لك ايه؟ ده معضل. طيب المرسل يقول تعريفه لغة هو اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق، فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف. اصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، او هو ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يرفعه تابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ده نسميه ايه؟ مرسل. هو من سقط من اسناده من بعد التابعي، يعني التابعي ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التابعي هو الذي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينفع بعبارة اخرى، خد بالك، ينفع بعبارة اخرى ان احنا نعرف المرسل نقول هو ما سقط منه الصحابي. لو كان كده ما كناش حطناه في الضعيف. هي دي المشكلة كلها في المرسل، ان احنا مش عارفين اللي سقط ده صحابي ولا عدة تابعيون. ليه؟ هو التابعي لازم يروي عن الصحابي؟ لا، ده ممكن مثلا نظريا 100 تابعي يروي عن بعض الحديث، يجي تابعي يقولوا للتاني، تاني يوم ده يقولوا للتالت، تالت يوم ده يقولوا للرابع، الرابع يقولوا ايه؟ للخامس. نظريا يمكن عدد لا نهائي من التابعيين يبقوا موجودين في سند واحد، مش كده؟ عمليا وجدت احاديث فيها 7 تابعيون
يروي بعضهم عن بعض. إن المسألة نظريا وعمليا مش التابعي دايما بيروي عن الصحابة، ده التابعي ممكن يروي عن تابعي مثلي، وما دام ان ورد ان يجي تابعي في النص ايه الاشكال؟ القضية ان الصحابة كلهم عدول لتعديل الله لهم، لكن التابعيون ليسوا كذلك. التابعيون لازم نجري عليهم قواعد الايه؟ الجرح والتعديل. ليس كل من عاش في فترة التابعيين له هذه التزكية التي زكى الله بها صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمشكلة المرسل الرئيسية ان تابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان، عشان كده هو هنا في التعريف يقول ايه، هو ما سقط من اخر اسناد من بعد التابعي، يعني السند فيه تابعي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرفش حتى لو تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لسه مرسل برضه، لان مش عارفين اللي بينهم صحابي ولا تابعي اخر. ولو تابعي اخر يبقى ده صورة من صور السقط في السند. احنا تاني بنقول في بالنسبة للمصطلح عايزين امر وجودي، عايزين نسبة سلسلة يعتمد عليها، تقول ما يمكن ويمكن يبقى تساوي الايه؟ العدم. ما دام يمكن ويمكن يبقى تساوي العدم على طول. احنا عايزين نثبت، عايزين نثبت قول لقائد، يبقى عايزين دليل وجودي موجود. يبقى عايزين رواة عدول ضابطون يروي بعضهم عن بعض. فما دام قلنا يمكن ويمكن يبقى ما ينفعش، لان احنا ما نريد ايه؟ اثبات الدليل وجودي نثبت به هذا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فآفة المرسل هو جهالة نوع السقط الساقط اللي موجود. لو نقدر نجزم انه هو صحابي ما كانش يبقى فيه اشكال، لكن ما نقدرش نجزم. من الناحية العقلية النظرية يمكن وجود عدد كبير جدا من التابعيين يروي بعضهم عن بعض. من الناحية العملية وجدت فعلا احاديث بيروي فيها تابعي عن تابعي عن صحابي، وفي تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، في اثنين وثلاثة واربعة لغاية سبع تابعيين في السند الواحد يروي بعضهم عن بعض. يبقى اذا ما نقدرش نقول ان المرسل صحيح. عشان كده عمت كتب المصطلح هتحط لك المرسل في قسم الضعيف، مع انه مختلف فيه. بعض العلماء راعى مسألة ان التابعيون لا يروون غالبا الا عن الصحابة، فالبعض قال احنا نصحح المرسل، والبعض قال طب نشوف مجموعة قرائن. لو التابعي كبير ومن عادته الا يروي عن اهل الكتاب او عن صغار التابعين، او من عادته الا يروي الا عن الصحابة، يبقى نعتبره في حكم المتصل، لان احنا هيبقى غاية ما هنالك ان الساقط ايه؟ صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، ان الصحابة كلهم عدول. والبعض يعني فما بين من يعني في المرسل في عشرة اقوال في حكم المرسل، مردها الى ثلاث، يعني في تفاصيل صغيرة، اما القبول مطلقا او الرد مطلقا او القبول بايه؟ بقيود. القبول بقيود ده بعضهم يقيد بان التابعي يكون كبير، بعضهم يقيد بانه يأتي محتفا بقرائن، بعضهم يقيد وهكذا. فهذه ما حاصل، ما هو ما ذكر في المرسل، والذي عليه جمهور المحدثين ان المرسل ضعيف، ولكن هو من اقوى ما يعتبر في المتابعات والشواهد. الحته اللي احنا قلناها اللي هو ان الحديث الضعيف لما يجي من طريقين يقوي احدهما الايه؟ الاخر. فهو مش هيقولوا ان المرسل صحيح بشروط، لا، يقولوا الاجود احنا نقوله ضعيف. واحنا عندنا بحث تاني اسمه ايه؟ المتابعات والشواهد، لما بيجي فيه الحديث الضعيف من طريقين والافه اللي في ده غير الافه اللي في ده بايه؟ يجبر احدهما الاخر. فقالوا احنا هذا يكفي عشان نفتحش باب التساهل، بحيث ان الفقهاء والمفسرون
وعمت من يتعامل مع العلم الشرعي يلاقي كلمة مرسل يعرف انها تساوي ايه؟ ضعيف. وبعدين لو احنا قلنا ان له شواهد يرتفع بها الى درجة الحسن لغيره يبقى ما فيش اشكال. وهذا هو الراجح وهو الذي عليه متأخري المحدثين، ان احنا اطلاق هنقول كده المرسل بدون قيد او شرط ضعيف. المرسل كبير من كبار التابعين ولا من صغار التابعين الى غير ذلك، لا الرواية دي كده ضعيف، السند ده للمتن ده كده الطريق دي ضعيف. وبعدين مسألة انه هو يعتض بشواهد نقوله نجري عليها قواعد الاعتبار والمتابعات برمتها. ان كان الطريق الاخرى مرفوعة بس اللي رفعها ده يعني فيه اشكال، ويعني فيبقى المشكلة هنا غير المشكلة هنا، فممكن ينجبر هذا ايه بذلك. يعني القضية ان احنا نحيل المرسل الى بحث الاعتبار والمتابعة، ماشي، ان هو يشوف في المتابعات وفي رفع الحديث الضعيف متى تعددت طرقه الى حديث حسن لغير. يقول المرسل تعريفه لغة هو اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق، فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف. واصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، وصورته ان يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا. وهذه سورة المرسل عند المحدثين. مثاله ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، قال حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيد بن شهاب عن سعيد بن المسيب. هذا من كبار التابعين وعامة ما يرويه مراسيل، وبعض العلماء يقول لك مراسيل سعيد بن المسيب حسنة، حسنة بمعنى ان لما لقنا لها شواهد فرفعناها للحسن لا بأس، لكن اطلاق ان في تابع معين كل من لقي له مرسل حتى لو ما لقوش شاهد يبقى حسن، هذا لا يوافق عليه جمهور المحدثين. هنا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. هنا يعني هذا حديث عند مسلم، نعم البخاري ومسلم ومسلم اكثر، اذا عدم الحديث المستجمع للشروط ربما يخرج احاديث دون الرتبة، لا سيما اذا كان حالها ظاهر، يعني السند ده سند على شرط مسلم. لكن ايه اشكاله؟ انه مرسل. اي طالب علم هيبص للسند يعرف انه مرسل، فمسلم يقول هذا المتن مع اهميته وكونه شائع الاستدلال به عند الفقهاء اجود ما وجدت له من سند هذا السند المرسل. فالمسائل مسائل العلم مسائل حية، ودايما الامور الحية ما ينفعش تعمل عليها قواعد حديدية، وقد يترك المصنف اشياء لفطنة القارئ وفطنة الدارس، ولا ينبغي ان تتخذ هذه تكأل الجهال. حديث مرسل عند مسلم، وهو انت تعرفش ان سعيد بن المسيب تابعي؟ هذه مسألة يعني لا تحتاج الى كبير نظر. فمسلم رحمه الله يورد هذا ان هذا اجود ما عنده في الباب، ويكون هذا لمن له اشتغال بهذا العلم يعرف مثلا هذا سند يعني لا اشكال فيه الا انه مثلا مرسل، هذا اجود ما يجد لهذا المتن، ويضع بين يدي الفقهاء لينظروا فيه رأيهم وما سيسيرون فيه. يقول فسعيد بن المسيب تابعي كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي. وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، لو ده الاحتمال الوحيد ما كانش يبقى فيه إشكال، إنما ده أقل الأحوال، وفي أحوال أخرى محتملة إنه يكون ذكر غيره، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي آخر مثلا.
يقول ما ذكرته من سورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما الفقهاء فالمرسل عندهم يساوي المنقطع، أي انقطاع يسمونه مرسل. يقول وأما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو أن الإرسال ده نوع خاص من الإيه؟ من الانقطاع، وهو ما ذكرنا. يقول حكمه المرسل في الأصل ضعيف مرضوض لفقده شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. ولكن العلماء من المحدثين وغيره، أي من المحدثين والفقهاء والأصوليين، اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم. ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال، هي أنه ضعيف مردود، وهذا قول جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. القول الثاني عكس، أنه صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، يعني أن من عادته أن يعرف أنه ممن يتشدد في الرواية حتى وإن لم يسمي لنا من يروي عنه. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. الثالث قبوله بشروط، أي صح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل. طبعا قبوله بشروط دي فيها أقوال كثيرة جدا، يعني بعض العلماء بيضع شروط غير اللي بيضعها البعض الآخر، وأشهرها هذه الشروط التي وضعها الشافعي رحمه الله في الرسالة، في كتابه الرسالة الذي سبق أن أشارنا إلى أنه يعتبر أول مصنف في علم أصول الفقه، كما أنه قد يعتبر أول مصنف في علم أصول الحديث. فقد تعرض لما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يقبل بشروط، وهو أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يعني نتتبع مروياته نشوفه لما بيسمي مين، وأنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي، أن يروى الحديث، يعني الأول دي كلها شروط في المرسل، والمتن نفسه لازم يوجد معضد آخر، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. طب هو لو روي من وجه آخر مسند كنا هنحتاج للمشكلة دي كلها نقول عليه مرسل؟ يروى من وجه آخر مسندا، ولكن إيه فيه آفة، يعني يكون فيه، وإلا لو كان المسند ده بلا آفة ما كان نشر لجأنا إلى الطريق الإيه المرسلة، وكان حكم. فأقول يروى هذا المتن من وجه آخر مسندا ويكون في آفة تغير حفظ الراوي أو شيء من هذا، تبقى الآفة دي غير دي. أو يروى من وجه آخر مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، يعني يبقى اتنين من التابعين مدرستين مختلفتين، ده تلقى عن ابن عمر وده تلقى عن ابن مسعود، او يعني ما فيش شبهة ان هم اجتمعوا على شيخ واحد او كانوا في اخذوه عن تابعي اخر مثلهم، يقول ان يجي مرسل من طريقين مختلفين، او يوافق قول صحابي يرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى باسناد متصل موقوف صحيح، عن ايه يعني موقوف على صحابي ان هو بيعتقد يرى هذا الرأي في المسألة،
ويجي تابعي ينسب هذا الرأي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم. في الواقع إن غالبا لو كده الشروط اللي وضعها الشافعي ديت أو قريب منها يعني هتخليه حسن لغيره، ولكن المحدثين يقولوا احنا نقول عليه ضعيف وبعدين نجري عليه قواعد المتابعات والشواهد كما ذكر. يقول: فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان، ولو عرضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهم. يقول هذا يعني في اصطلاح قريب من المرسل، وهو ما يسمونه مرسل الصحابي، وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهد، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه عن هذا الحدث. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. يقول: حكم مرسل الصحابي. يقول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة. هنا البعض يقول لك طب ما في شبه هنا، الصحابي ممكن يكون روى عن ايه، عن تابعي، ده نادر جدا بحيث لا يعتد لا يعتبر له حكما. يقول: وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوها وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر. يعني لما يجي واحد أحد الصحابة ممن تأخر إسلامه يروي أمور في أول الإسلام لا يضر، صحابي يروي أمور كان وقتها طفلا صغيرا لا يعقل أن يكون قد أدرك هذا الأمر لا يضر، لأنه هو حيبقى رواها عن صحابي آخر. يقول: وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. ومثله لو أن التابعي أبهم اسم الصحابي فقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن متى صرح بأنه سمع من صحابي فالصحابة كلهم عدول وإن لم يسمي، بخلاف لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإشكال في إيه؟ إن يكون كان سمع عن تابعي عن تابعي عن الصحابي أو نحو هذا. فيبقى إذن مرسل الصحابي وهو أن يروي صحابي واقع لم يشهدها هذا صحيح، وكذا قول التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا هذا لا يضر. يقول: أشهر المصنفات فيه المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل أحكام المراسيل للعلائي. فهذا فيما يتعلق بالصورة الثانية الخاصة من صور الانقطاع. قلنا صورتين، قلنا في ثلاث صور خاصة: التعليق والإرسال والإعضال، وما لا ينطبق عليه أي صورة من الثلاثة الخاصين هنقول عليه منقطع. يعني سبب انقطاع السند، صورة انقطاع السند لها أربع صور، خدنا منها اثنين: المعلق والمرسل، وبقي لنا المعضل والمنقطع اللي هو كل ما سوى ذلك. نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله. تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك.